بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في مقبرة صفي الدين، الشيخ صفي الدين العظيم إسماعيل شاه الصفوي من أولياء الله العظام. طبعا وصلنا وقت متأخر لأن الطيارة ما طارت وصار ضباب، فاضطرينا بالسيارة وتعذبنا. يلا وصلنا إلى مقبرة الشيخ صفي الدين وإلى السيد العظيم. أيها ما شاء الله ثلوج، لا وقعت شلون بقعت الشيخ صفي تقرونها يمكن. طبعا وصلت بصعوبة حقيقة حبا باسماعيل شاه الصفوي. اي بقعت الشيخ صفي الدين، لكن اسماعيل الصفوي اعتقد جوه هو مدفون نفس الحالة بنفس المقبرة، اي لان هو من احفاده. طبعا اسماعيل شاه الصفوي اللي ما يعرفه كان من اولياء الله الصالحين اللي استطاع ان يجعل ايران بعد ان كانت ناصبية واصبحت الان شيعية بفضل اسماعيل شاه الصفوي. فعلى الامة ان تعرف قيمة هذا الرجل العظيم الذي في عمره 15 سنة استطاع ان يغير مسار التاريخ في ايران ويبني ايران الحديثة. طبعا هذا المكان جاي بيه اعمار، لكن شوف الثلوج جت حلوة. طبعا الدرجة اعتقد 1 تحت الصفر. هذا تمثال يمثل اعتقد اسماعيل شاه الصفوي، عمره 15 سنة وغير مسار التاريخ، يعني عاش مدة قليلة، عمره قصير لكن عطاءه كبير. وكل ناس تعيش عمر كثير لكن بدون عطاء، يعني خدم الشيعة، خدم أهل البيت عليهم السلام، استطاع أن يطهر الأرض من دنس النواصب. طبعا مغلق، كان دخلنا احنا وزرنا القبور لكن مغلق مع الاسف، يعني هسه الساعة تقريبا اعتقد بالثنتين بالليل. شو نسوي حاولنا نوصل بكل طريقة ما قدرنا، فاضطرينا نوصل بهذا الوقت المتأخر بالسيارة بعد ماكو طيارة لانه كان اكو ضباب قوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ولي الله يا اسماعيل شاه الصفوي، السلام عليك يا من ادخلت السرور على قلب صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا من طهرت الارض من دنس النواصب وجعلت ايران شيعيه مواليه لاهل البيت عليهم السلام. طبعا الثلج، اللهم صل على محمد وعلى محمد طيبين الطاهرين. أعتقد شمس عطار شاعر عارف، هذا شاعر عارف معروف، هذا إلى نصب مثال. الآخر أيضا شاعر عارف، ميزة صادق، اللهم صل على محمد وعلى محمد. مع الأسف المقبرة مغلقة لأنه وقت متأخر، لكن ماذا نصنع؟ هذا اللي علينا. ها يا الله بردت، ماكو شيء بعد هناك. ها ما شاء الله، بس ما نقدر نت. يا علي مدد، هنيئا لك يا اسماعيل شاه الصفوي، والله حققت انجاز عجزت عنه كبار الكذا. قتلت النواصب، الف الف ناصب قتل بدم بارد حتى يطهر الارض، طهرت ايران وصارت ايران شيعيه بعد ان كانت ايران. والله مقبرته حلو.
الله يرحمه يا والله أنا لك والله العظيم أنا لك تقرون وياي أقرأ أقرأها لهذا بالإيراني مو زي باستانين استانين مقبرة الشيخ إسماعيل الصفوي شاه إسماعيل الصفوي شاه إسماعيل الصفوي مجموعة جنان أكيان بقعة شيخ صفي الدين أردب اللي فوق تمثال ذاك إلي نقدر نقترب طبعا هذا الليل انه الساعة بثنتين بالليل مغلق احنا وصلنا بوقت متأخر بسبب الطيارة طبعا أنا لك والله إسماعيل شاه طبعا توفى عمره 37 سنة بعد أن قاد معركة طاحنة مع العثمانيين النواصب عليهم لعنة الله لا يسمعون إلا تراك ويجون أنا لك إسماعيل شاه الصفري هنيئا لك يا من جعلت إيران دولة شيعية موالية لأهل البيت عليهم السلام لك شوف هذا الكلب الأسود سبحان الله طبعا إسماعيل شاه الصفوي إسماعيل شاه الصفوي حفر قبر واحد ناصبي طلعه من قبره وخلى بمكانه هذا الكلب الأسود والناس هسه تزوره عبالهم هذا مقام صاحبهم والمعظم مالتهم هم يزورون كلب أسود أعظم تك يا إسماعيل شاه الصفوي وتردون ما أحبه ما شاء الله والله عشتيتك جبتنا هنا المهم يعني عرفنا الناس الفيديو صار تقريبا 7 دقائق 8 دقائق حتى الناس تجي لإيران لازم تزور أردبيل وتزور وتزور إسماعيل شاه الصفوي وهذا الرجل العظيم صاحب فضل على الشيعة طبعا محقق الكركي بزمنه حقق ما حقق من إنجازات طبعا حتى يسحبه